والله إذا السيد السوداني استطاع أن يستغل هذه الهيئات وهذه الأدوات لضرب مرشحين أحزاب حقيقة أحييه. يعني إذا عنده هذه الإمكانية أنه يستخدم هذه الهيئات من خلال تمرير أو عدم تمرير مرشحين من قبل بعض الأحزاب اللي هو ممكن ما متفق معهم أو يختلف مع المرشحين اللي تطرحهم هذه الأحزاب اللي خلينا نقول. فقلت لك أنا مناورة أتصور الشروط اللي وضعها والمعايير اللي وضعها السوداني فيها نوع من الحيلة والذكاء يحاول قدر الإمكان تقليص وتقليل خيارات الأحزاب اللي موجودة التي ستتولى عملية ترشيح المدراء عامين أو وكلاء الوزراء أو حتى الوزراء إلى هذه المناصب، وبالنهاية سوف يكون له الاختيار أو سوف يكون يمتلك الحرية أكبر لعملية اختيار أشخاص بدلا من اختيارها من قبل هذه الأحزاب. ربما أتمنى أن يكون هذا التوقع صائب، وأتمنى يعني أن هذه الفكرة تكون حقيقة ما يفكر به السيد السوداني. ولكن بالنهاية أستاذ عدي، قلت لك الوضع السياسي بالعراق، العملية السياسية بالعراق، ذكر السيد الضيف الأستاذ أمين أيضا أنه هذه العملية الحكم في العراق، النظام السياسي، نظام إدارة الدولة هو التشاركي ما بين الأحزاب التي تدعي تمثيل مكونات الشعب العراقي. فالسيد السوداني لا يستطيع الآن الدخول وبصدام مع قوى الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة وغيرهم. لا ننسى الرجل لا يمتلك غطاء نيابي حقيقي رصين.